أخبار اليوم. إحنا النهاردة أخوانا بنحتفل طبعاً بالأستاذ علاء عبد الوهاب، وهو طبعاً يعني أستاذ بالنسبة لي ورجل محترم، وبنكن له طبعاً كل حب وكل احترام. وإحنا طبعاً يعني النهاردة بنقول له مبروك، لكن بنقول له ربنا يعينك، المسؤولية كبيرة. وإحنا عارفين إن الأستاذ علاء عبد الوهاب قدها وقدود، وثقة الإدارة وثقة الأستاذ ياسر رزق في الأستاذ علاء طبعا يعني ملهاش حدود. وطبعا احنا عارفين إن الأستاذ علاء يعني له باع طويل من أيام ما كان يعني سكرتير تحرير الأخبار ومدير تحرير وسكرتير عام التحرير. يعني بصراحة يعني أنا شخصيا اتعلمت من الأستاذ علاء حاجات كتيرة جدا، وكنت بقعد قدامه أتعلم وهو بيرسم صفحة أخبار الناس ويقول لي لا ده كده ده مش عارف ايه. وحتى لما هو سكرتير عام كنت اقعد ساعات مثلا في الصاله لما كان الاستاذ احمد شلبي ما يبقاش موجود، اقول له النبي ابو هاجر انا محتاج مش عارف الصوره دي اعمل فيها ايه، الخبر ده اخده ازاي. فالاستاذ علاء عبد الوهاب طبعا قدها وقدود الحقيقه. يعني بعد اللي قاله الاستاذ علاء يعني هنقول ايه يعني، بس الحقيقه يمكن الاستاذ علاء يستحق كل خير. طول عمره راجل محترم وطول عمره قوي وبيقف في الحق، ما بيخشاش حد، وده اهم حاجه واهم سمه احنا محتاجينها الايام دي، قوه الشخصيه وان الانسان يقول كلمه حق وواجه الناس كلها. ده متمثل وموجود في الاستاذ علاء. الاستاذ علاء يعني عاوز اقول نعم الجار. انا شخصيا من يوم ما دخلت هنا وهو استاذي وتعلمنا منه كتير ويستحق كل خير. كان الواحد مبسوط جدا ان الاستاذ علاء بخلقه يبقى مسؤول عن قطاع التوزيع والثقافه والدراسه، لانه هيفيدنا في التنسيق احنا الثلاثه مع بعض، ونقدر نعدي كل العواقب اللي تقابلنا. وكفايه خلق الاستاذ علاء عبد الوهاب اللي الكل بيشهد بيها، ما اقدرش اقول اكتر من كده على خلق الاستاذ علاء. احب اقول الف مبروك للاستاذ علاء، ابويا طبعا، وربنا يعينه على المسؤوليه، وان شاء الله من تقدم لتقدم ان شاء الله. هو انسان يستحق كل خير في المؤسسه. نشكر الاستاذ ياسر رزق طبعا، انه واضح ان هو بيدي قرارات يعني بسم الله ما شاء الله، بيحط الانسان المناسب في المكان المناسب. انا عايز اقول له بس استاذ علاء ان حضرتك الثلاث قطاعات صعبه جدا، وقطاعات عندنا فيها مشاكل كتير جدا، وانا متاكد ان شاء الله ربنا يعينك عليها باذن الله نوصل بيها لبر الامان. وراجل الحمد لله الكل بيشهد ليه ان هو في الفتره اللي تولى فيها جميع الوظائف او المناصب اللي تولاها فهو كان على مستوى المسؤوليه. بحيي الاستاذ علاء. وانا لما جيت الجورنان سنه 1990 بلاش تقول احتضنني الاستاذ علاء عبد الوهاب، وكان ليه دور كبير قوي في ان هو يعلمني الشغل وافادني في حاجات كتيره قوي قوي قوي، وانا مدين له بفضل كبير عليا كاخ اكبر وصديق عزيز. يعني طبعا انا ببارك طبعا لاستاذي الاستاذ علاء عبد الوهاب واخ الشقيق طبعا الاستاذ احمد، يعني انا بالتوفيق ان شاء الله، بتمنى لهم التوفيق باذن الله في المهمه ان شاء الله باذن الله. لا الرحمن الرحيم، كل عام وحضراتكم طيبين. مش هقول مشرفين، لانه فيما بيكون ابن اخبار اليوم فهو في بيته الكبير. الحقيقه ارجو انه كل الكلام الطيب اللي يعني شرفت بان انا اسمعه من حضراتكم اكون استحقه وانا على محك مختلف. المره دي يمكن جرعه الاداره في التكليف أعلى من أي موقع آخر شغلته، حتى بما في موقع السكرتير العام. وبالتالي توفيق ربنا سبحانه وتعالى ثم دعم الزملاء وخبراتهم اللي أتمنى ألا يبخلوا بيها على المؤسسة قبل العبد لله الفقير. أرجو أنه روح الفريق اللي أحد الزملاء أشار إليها بالفعل هي جزء من الطريقة اللي بتعامل بيها في أي موقع شغلته،
واعتقد انه يعني هذه الروح دايما بتبقى محتاجة ليس فقط مبادرة ممن يقود او من الشخص المنوط به عملية التنسيق، بقدر ما هي بتبقى اذا لم تسري في كل الكيان فلا تؤدي الى غايتها. وان كنت بقول هذا الكلام فانا يعني اوصي نفسي قبل ما بوصي الزملاء ولا السفينة، كلنا مطلوب ان ايدينا تبقى في ايدين بعض، مطلوب انه في الفترة الجاية بالفعل الكلام عن الانتماء والولاء وانه لحم كتاف كل واحد فينا بيتكلم من اخبار اليوم، وان انا بيتي مفتوح باخبار، ياريت ياريت يبقى في ما يصدق هذا القول بعمل، وربنا يوفقنا جميعا. شكرا لك. يلا 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 يا حاضر. مبروك.